من منطقة سيال، أخذ دومة الثانية، أخذ بابيلال، أخذ دومة الأولى أنا. جايين تتسوقوا، كيف الأسعار؟ والله شايفين في تخفيضات، في تخفيضات، في تخفيضات، في أسعار على الملبوسات الشتوية ولا الشتوية؟ أكيد أكيد الشتوية. إيه أكيد. يلا الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. شكرا لك، يعطيكم العافية. في دلالة على الأهمية التي توليها الحكومة لواقع الأسواق التجارية وحركتي العرض والطلب والتواصل المباشر مع التجار والصناعيين، زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس سوق الحميدية في دمشق، والتقى عددا من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية وأرباب المهن والحرف اليدوية، وذلك بمرافقة الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق وعدد من أعضاء مجلس المحافظة. واستمع المهندس خميس خلال اجتماع مع عدد من تجار سوق الحميدية في أحد محلات عرض المشغولات الشرقية الموزاييك. أنا حبيتك اليوم مر، وفعلا طلعت على بداية من زيارة السوق على كل عناوين الفعالية التجارية برؤية أولية. اليوم أنا حبيتك أزوركم، بدي استمع منكم لعناوين، وبدي أشرحكم أيضا شو رؤيتنا نحن اليوم. نحن منفتحين تجاه أبناء الوطن في الفعاليات الاقتصادية على الصعيد ابتداء من الحرفة الصغيرة وانتهاء بأكبر معمل، وسنكون شركاء معكم في إعادة فعالية الإنتاج بشكل كبير. أنا جاهز لأسمع منكم، وفعلا جيت اليوم لألتقي بالوجوه النيرة الطيبة. استمع إلى المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه السوق التجارية بما فيها تقنين الكهرباء والجمارك، خاصة فيما يتعلق بالمشغولات الشرقية والمنزلية التي لا يمكن تقديم فواتير خاصة بها، والضرائب والبيان الجمركي ومكاتب شحن البضائع، ومشكلة تحديد بوليصة شحن خاصة لكل اسم تجاري بشكل مستقل، ومشاكل المالية والاستعلام الضريبي ومقترحاتهم حول الانتقال إلى حال أفضل في عمل الأسواق التجارية كونها المرآة التي تعكس واقع العملية الانتاجية. ولفت المهندس خميس إلى الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإعفاءات من الغرامات والرسوم وتقسيط القروض التي تشكل فرصة لكل من يريد أن يعمل، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إنجاز مشروع قانون عصري للجمارك يتضمن رؤية محددة لما تنظره الدولة للكوادر العاملة في هذا القطاع. رئيس مجلس الوزراء أكد بأن الحكومة منفتحة على كل أبناء الوطن وخاصة التجار والصناعيين لدورهم المباشر في عودة الإنتاج الذي يشكل عراقة الشعب السوري وقوته. شو بتعانوا؟ شو مشكلة مصلحتكم الأساسية أنتم؟ هلا نحن مصالحنا بالنسبة لنا الألبسة الشعبية والألبسة الفلكلورية والكذا، يعني أغلبها هيك، بالإضافة إلى الحمد لله في كم صايغ هون كمان فتحوا جديد، يعني طعموا هذا جزء من السوق. هذا هون مدخل سوق الأرمام اسمه. تمام. هذا مدخل سوق الأرمام. نعم. انتوا كل صناعاتكم في حدا بيصنع وبيبيع ولا انتوا بتجيب بس تجار فقط؟ لا لا لا، في مصانع ومشاغل وبتقول مثل ورشات، يعني ورشات. وين ورشاتكم هلا بهالظروف صارت؟ هلا الورشات اغلبها عم تاخذ بالاقوى بالابنيه الحديثه، يعني بالاقبيه نقل، يعني كذا. لا الورشات شغاله، تمام. هي يعني بدايه الازمه شويه سنه، هلا مشيت الدولاب دار هلا الحمد لله، والامور يعني ما في معاناه بتامين البضاعه نهائيا. موضوع الكهرباء يعني نحن بنقدر ظروف الحكومة تماما، ما في عنا أي مشكلة، بس ولكن يعني الأسواق التجارية لازم يكون لها شوية يعني وضع خاص. تمام، يعني شوية إن شاء الله خلال وانتو يعني سيادتكم شهرين القادمة بتصدروا شيء بضاعة مثلا؟ يعني والله في نسب تصدير بس ضعيفة شوي، ما مثل مع المالية مع الجمارك المالية الله يخلينا، وما في يعني مشاكل مو كثير، بس دائما التاجر والمالية مو صحفي. أنا بدي أسمع بالنسبة لي أنا هون محلي سيادة، كنت ادفع بالسنة سيادة رئيس الوزراء كنت ادفع 20,000 ليرة مباشرة، من 22,000 ليرة لل 230,000 ليرة هاي السنة سنويا. طيب زيدوا ضعف ضعفين ثلاثين، احنا موافقين، بس 10 اضعاف. هلا جتني 236,000 ليرة. في تراكمات؟ ما في تراكمات ابدا، كل سنة بسنة بدفع. هلا جتني 236,000 ليرة اول مرة هاي السنة. انت ولا كل جيران نفسك؟ لا كل الجيران رفعوها، بس انا رفع بس انت زيادة. انا زيادة في شغلة، ما طالما مو كل الجيران بهالمستوى يعني رفعوها 236,000. مركز خدمة المواطن هلا خلال كم يوم رح نفتح؟ لا بقلب المالية، ببهو المالية ساوينا توجيهات صار ببهو المالية. هلا كم يوم بيصير مثل مركز مكتب عنبر؟ هلا حكم عليه اخراج، والله شيء بيطيز على هذا شغله مرتب ان شاء الله.